وين وانا انا ولا مالكم مع فرنسا؟ واش ما عرفتوش شكون هي هذيك ماما فرنسا؟ شويه د الاحترام الله يخليك. يا ما سهرات على الاستعمار ديالك وسنين ديال النهب والسرقه والقتل. شويه د الاحترام ويلي، شحال بات لكم فرنسا باللي كدير هذا الشيء؟ راه شحال هذه وهي كديروا. ولكن واخا هكاك انا مرضي الوالدين، بغا نهضر على ماما بكل ادب وصواب. ماما فرنسا المجرمه. غنديروا حلقه خاصه اليوم على فرنسا، داكشي اللي ما قراوكش على التاريخ الفرنسي، التاريخ الخاص ديال فرنسا، داكشي اللي ما قراتش فرنسا لولادها على التاريخ ديالها. اليوم غنجبدوا المصارن. ماماكم معروضه عندنا اليوم وحشومه، ما تضيفوش ماماكم مزيان. وعندك تنسى تمد يدك للحلوى، راه ماماك مجرمه تقد تقطع لك يدك في اي لحظه. شاخده ولاد الحاج، ماما فرنسا طايشه 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 من نهار عقلنا على راسنا وحنا كنقراو فرنسا هي دوله الحريه والمساواه والاخوه والثوره الفرنسيه. وفاش كتكون مسافر انت وباك في الطريق كيقول لك باك شي ولدي ديك الطريق اللي محفوره وسط الجبال اللي ندوزو منها راه فرنسا اللي قداتها. يا ولدي النصارى واعرين، كون رجعت استعمرنا فرنسا تبني لنا الطرق ودينا. بالحق باك معذور، حيت نتا جدو ما قالوش باللي باه كانوا كيقطعوا ريوس صحابو المقاولين الا ما بغاوش يخدموا تحت الشمس والقهره بلا فلوس بلا توزه، ويحفروا دوك الجبال ويطيبوا الخبز للجيش الفرنسي باش يخلعوا المغاربه الحرار اللي كيدوزوا على ظهرهم ديك الطريق. ماشي فرنسا اللي طلعتها. للاسف نتا ما قالوش جدك باللي الصور اللي طلعت فرنسا كانت على ظهرهم، وكان اللي كيعيو ما كيقدش من فيه الضيقه ولا مريض بالقلب كيقتلوه وكيخلطوه مع الطين والطوب وكيطلعوا به داك الصوت. باك معذور اخويا، حيت ما عمرو قرا بلي جينيرال فرنسي ليوطي كان كيهز المغاربه المقاومين بزز عليهم ولا بخاطرهم وكيديهم للحرب العالميه الاولى وكيحطوهم في الصفوف الاماميه باش تجي فيهم الدقه هما الاولين كدير عواقل للجيش الفرنسي. حيت بكل بساطه الجندي الفرنسي اغلى قيمه واحسن قيمه من الجندي المغربي، هذا كان مغربي. ومع ذلك مجبر اخاك لا بطل، كانوا رجال في الحرب العالميه الاولى وقاوموا نيشوا وتقتلوا، ومنين استرجعت الاراضي ديالها ما عمرها ولو بكلمه ردات الفضل. 12000 مقاوم مغربي مات في الاراضي الفرنسيه بسبب فرنسا. ماك مخلوع ماك ما مرتاحش؟ ها راه مازال ما سمعتي والو، دابا راه يلاه بدينا. ولا بغيتي تتاكد ان هادشي ما غريبش على فرنسا كمل الفيديو حتى الاخر حتى لاخر دقيقه، حيت هادشي اللي قلت هي 5%. كبر شاجه مزيان عندك في شي فيديو حداك هنا، بقى معايا. شي وصلك شي ميساج من عند صاحبك ولا صاحبتك بقى راه ماماك حشومه تمشي تجوج تهضر مع صاحبك. ماماك اليوم ماماك معروضه طلاق سخون. ولكن هانتوما عافاكم غنمشيو بشويه بشويه دقه دقه، حيت ما غنهضروش غير على المغرب وفرنسا، غنهضرو في فرنسا وكاع المصائب اللي دارت في العالم كامل. انا راه في هذا الفيديو غناخذ راحتي. ماما هادي وتحيه لامي الحقيقيه راه كتفرج، سمحي لنا زكيه. الفيديو دايز سالتي يعني. اول حاجه خصنا نعرفوها انه في التاريخ كامل الاستعمار الفرنسي كان اخبث واقبح الاستعمارات اللي داز في العالم. فرنسا استعمرت 32 دوله في 3 ديال القارات، دواحه مولات الخيام، فين ما بنت لها شي دوله كتستعمرها، القاره الافريقيه، القاره الاسيويه، والقاره الامريكيه. شاخذه استعمار اود الحاج 14% ديال الاستعمارات. وهنا قد يجيك واحد السؤال فراسك وتقول وشنو الجديد، راه بزاف ديال الدول استعمروا في بزاف ديال القارات. ولكن الاختلاف هنا ان فرنسا في 32 دوله بما فيهم المغرب اللي استعمرات ما كانتش كتستعمر هاد الاوطان وهاد الدول غير باش تاخذ الثروات ديالهم، لا كانت كتستعمر هاد الشعوب باش تدخل لهم في النخاع ديالهم. كيفاش هاد التكتيك الخبيث اللي كانت كتلعب به فرنسا؟ كانت كتلعب على ثلاثه ديال الاوتار، اللغه، الدين، والهويه. في المغرب فرنسا كانت كتحارب المدارس الوطنيه اللي كيقريو باللغه العربيه وكتقتل حتى الوطنيين اللي كيقوموا على هذوك المدارس. في الجزائر منعت كليا شي حاجه سميتها اللغه العربيه ويقراو فقط بالمقررات الفرنسيه. اما في بعض الدول الافريقيه ما كايناش شي حاجه سميتها لغاتهم الاصليه، ما بقاتش عندهم، كيهضروا فقط باللغه الفرنسيه. البلان الثاني هو الدين، كانت كتحاول ما امكن في التاريخ ديالها في الدول كامله الاسلاميه بالخصوص تقتل الشيوخ وعلماء الدين والفقهاء والمؤثرين والمقاومين الفكريين المقاومين بسلاح باش يبقى عندك قدوه واحده هي ماماك فرنسا. البلان الثالث الهويه، كتحاول ما امكن ان المغربي ولا الجزائري ولا الموريتاني تحيدوا من الهويه ديالو، ما يبقاش عارف شنو هو التاريخ ديالو. في الجزائر كانت كتهدم المعالم التاريخيه، في المغرب كذلك، ما باغاكش تبقى مرتبط بالهويه ديالك لانها عارفه بالضبط ان الانسان اللي كيكون مرتبط بالهويه ديالو كيكون قوي. ماما فرنسا كانت ذكيه جدا في الاستعمار ديالها، ذكيه. ونجيكم من الاخر، فرنسا في هذيك الوقت بالضبط ما كرهاتش تنحي وتنفي وتبيد اي واحد ما تابعش ليها سياسيا ولا السلطه ديالها، تنفيه ما يبقاش على وجه الارض. نعم حاولات انها دير اباده جماعيه للقرى والمدن في المغرب والجزائر.